احلى شايف في الدنيا ايه الاخبار؟ انا مش بدير ودول 7 معلومات على السريع عن كيانو ريفز. ام انجليزية وابوه من هاواي وفيها عرق صيني وبرتغالي وايرلندي، وتشاؤل اقدار ان هم يتعرفوا على بعض وهم بيشتغلوا في مدينة بيروت في لبنان ويتجوزوا هناك ويخلفوا الطفل كيانو ريفز. ابوه كان مدمن مخدرات ودخل في التجارة حبة، ده حتى اتسجن في 1990 لمدة 10 سنين. المهم ان هو طلق مراته وساب ابنه وهو عنده 2 سنين، واخر مرة كيانو ريفز يشوفه كان عنده 13 سنة. وامه اتجوزت كذا مرة بعد كده، وكان الطفل كيانو بيتنقل معاها على حسب البلد اللي جوزها وقتها كان عايش فيها، اذا كانت استراليا ولا كندا ولا امريكا. الراجل بيحب سواقة الموتوسيكلات، وفي 1988 وهو عنده 23 سنة عمل حادثة كبيرة بالموتوسيكل وفضل جنب الرصيف لمدة نص ساعة مستني حد يساعده، لغاية لما اتنقل للمستشفى وعمل عملية كبيرة هناك سابت أثر على جسمه لسه باين لغاية دلوقتي. بعد نجاح فيلم سبيد اللي نزل سنة 1994 رفض كيانو ريفز انه يعمل جزء تاني للفيلم دوت، فشركة الانتاج سنتوري فوكس خدت على خاطرها حبتين وحطته في القايمة السوداء ورفضت انها تشتغل معاه تاني لمدة 14 سنة، لغاية لما رجع وعمل معاهم فيلم Day the Earth Stood Still سنة 2008. خسر ناس كتيرة جدا في حياته لدرجة ان هم في وقت سموه الرجل الاكثر حزنا في هوليوود. اولهم كان صديق عمره ريفر فينيكس اللي مات في 1993 بسبب جرعة زيادة من الهيروين، وفي 99 ابنه من صاحبته وقتها جينيفر سايم مات وهو لسه بيتولد وانفصلوا بسبب الصدمة، وبعديها بسنة طليقته هي جينيفر سايم ماتت في حادثة عربية سنة 2000. فعشان كده اصبحت الشهرة والفلوس حاجة مؤقتة وملهاش لازمة بالنسبة له، ولما اي حد في حوار بيسأله عن الموت بيرد عليه الرد ده. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. في شبه كبير جدا بينه وبين الممثل الفرنسي بول مونيه اللي كان موجود في اوائل القرن 19، وفي نظريه بتقول ان هما الاثنين شخص واحد، وده يمكن يرجع ان كيانو ريفز عامل زي عمرو دياب كده ما بيكبرش وملامح وشه طفوليه وعنده دلوقتي 55 سنه لكن تحسه لسه متخرج من الكليه. في 2017 بعد نجاح فيلم جون ويك اصبح كيانو ريفز الممثل الاعلى اجرا، وعمل في السنه دي 82 مليون دولار. انا مش بحسد على فكره، ربنا يديله ويدينا. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم، واعملوا لايك لو الحلقه عجبتكم، واعملوا شير وابعتوا الفيديو دوت لكل الناس اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش. انا مش بدير، واشوفكم الحلقه الجايه لما اقول لكم على 7 معلومات جديده عن شخص تاني. سلام.